إذن هو اجتماع جد مهم لتقييم مخطط المغرب الأخضر من بعد ما مرينا بالمرحلة ديال مراكش اللي كان فيها واحد النقاش حول سلاسل الإنتاج، من بعد كانت مراحل كذلك جهوية اللي في الغرف الجهوية اللي تكلموا على تنزيل مخطط المغرب الأخضر على المستوى الجهوي. اليوم كنتكلموا على واحد الموضوع اللي هو موضوعاتي ديال أفقي اللي كيتكلم على الانفراستركتور وعلى الفلاحة، المسائل اللي كتهم الفلاحة أفقيا كلها، واللي كنجيو بعروض ديال النتائج اللي بدا المخطط المغرب الأخضر في يعني في وسط 2008 فين ما وصلنا اليوم في 2018 وكذلك الآفاق ديال 2019. هذا النقاش وهذا الحوار وهذا التقييم هو جد مهم، لانه بفضل هذه الارقام وبفضل هذا غادي كنعرفوا شنو هو نقاط الضعف وشنو هو نقاط كذلك القوه وشنو هو الامكانيات اللي متاحه وشنو هو نقاط القوه اش خلقات من اشكاليات وكيفاش يمكن لنا ان شاء الله نتالق زعما نمشيو مع هذه الاشكاليات اللي هي مطروحه باش نطروحها في الاستراتيجيه الجديده اللي هي استراتيجيه يعني نادى بها صاحب الجلاله باش تعطى واحد الافق جديد للفلاحه، واللي ان شاء الله حنا نشتغل لانه التوصيات هي واضحه، يعني طبقه متوسطه فلاحيه، شباب يشتغل، اراضي فلاحيه اللي غادي تعطى ذوي الحقوق واللي خصها تتمن احسن تتمين، وهذا الشيء في السلسله ديال التتمين ديال المنتوج الفلاحي باش تلقى ليه الاسواق وتلقى ليه كذلك لا فالوريزاسيون اندستريال يعني التثمين الصناعي. كلها يعني افاق اليوم ونقاشات اليوم اللي هي جد مهمه، واللي ان شاء الله هذه اخر محطه قبل ما الانطلاق ديال مخطط يعني اللي بدينا كنتكلموا عليه ديال الافق اللي نتمنى على الله انه في الشهور المقبله يكون موجود ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.